دكتور مصطفى جاويش، في الحلقة تمام الماضية وصلنا إلى أواخر التسعينيات تقريبا، تمام والآن ندخل على الألفية الجديدة، إن شاء الله. وأظن أنك توجهت للعمل في السعودية. أيوة قبل ما تروح السعودية كان في حاجة مهمة، ولا نتكلم عن السعودية الآن؟ الحقيقة قبل السعودية مباشرة كان في لقطة أحب أتكلم عليها، ويمكن كان لها تأثير حقيقي في نفسي كبير جدا، كان أول مرة أشهدها. في سنة 2000، يعني خلاص احنا بدأنا على 2001. أنا سافرت السعودية في يناير 2002. قبلها بشهرين كان أعتقد كان أيام جنين، كان أيام اقتراح جنين في فلسطين، كان في شهر إيه؟ كان إيه؟ كان أيام الانتفاضة الثانية، أيام اقتحام جنين، أيوه، في الضفة، كان في، مش فاكر تحديدا متى. هو هي كانت في الفترة دي. كان وقتها جاء إعلان، نزل إعلان في الصحف عن دورة تدريبية تبع مشروع دولي اسمه الجنوب للجنوب، أو ساوث تو ساوث تو ساوث، في مجال ايضا السكان وتنظيم الاسره، مجال من ناحيه برضو القياده والتخطيط وتلك الامور. فين الدوره دي؟ في مصر؟ في القاهره، في المركز الديموغرافي المصري في المقطم. حقيقة كانت، بس ما كانش من خلال وزاره الصحه، كان الاعلان عالمي مفتوح لكل دول العالم. فانا قدمت فيه، وكان بيشترط اقدم السي في بتاعي، يعني اقدم خبراتي السابقه، وقدم احد الناس يكون مرجعيه لهم يسالوه عني، ريفرنس. وطبعا انا تعاملت مع وكلاء وزاره كتير وقتها في مصر، في دمياط قصدي، وفي القاهره اعرف ناس كتير في الوزاره. بعت لهم اسمين يرجعوا يعرفوني في مجال عملي، ولو وافقوا بيرشحوني. تم ترشيحي لحضور تلك الدوره، كانت تشمل جميع المنطقه العربيه. اما حضرت في المركز الديموغرافي اللي هو في المقطم، كنا احنا من مصر كلها اتنين، كنت انا من دمياط وواحد تاني من القاهره، زائد ناس من غزه، معانا اطباء من الضفه، معانا من لبنان، طبيب من لبنان، من تونس، من الجزائر، من الصومال، من المهم من كل من دول، لحد من الخليج اعتقد كان في ناس من الخليج. فكنا حوالي من 15 او 16 طبيب او طبيبه من كل المنطقه العربيه. فكان دورة في منتهى الثراء الحقيقة. وكان المدربين كلهم مدربين دوليين أيضا، ما كانوش مصريين، دورة خارج إطار الوزارة. الحقيقة في تلك الدورة التدريبية في أثنائها حصل الاجتياح لجنين، كان معانا طبيب من جنين. فاحنا قاعدين كلنا شاشة ضخمة زي الشاشات الموجودة، شاشة ضخمة في المكان بتعرض التلفزيون، بدنا نقعد بالساعات أمامها، يعني نبكي من المناظر اللي قدامنا، وبنحاول نواسي زميلنا الفلسطيني على اللي بيحصل لأولاده. الراجل قاعد رابط الجيش هادي جدا وبيتابع الأمور، احنا منفعلين أكتر منه. احنا بصراحة تعجبت، نسأله ايه انت، يعني احنا قلقانين. فاتضح ان هي نوع المعايشة مع قال بالعكس، ان انا متأكد دلوقتي وانا قاعد معاكم ان أولادنا على السطح بيتابعوا من طيران وبيخصف. انت عجبت ازاي؟ قال احنا واحنا هناك لما بتحصل غارة من الصهيونية بيقولوا لنا انزلوا المخابئ، الاطفال بيطلعوا يلقوا الطيران بالطوب ووش. فالحال المشهد ده لازم اقوله، راسخ في ذهني طبعا، لان فعلا مشهد في منتهى الغرابة، ان اجيال صغيرة مش خايفة من النار، مش خايفة من القصف. نفس المشهد تكرر من احد الزملاء، زوجتي كانت سافرت في قافله اللي هي اميال 100 اميال او اميال اميال من الابتسامات، ابتسامات، ايوه، كانت بعد الثوره في 2011 تقريبا، اللي هي قافله اغاثه الى غزه، ايوه، الى غزه. فالحقيقه كان هو هناك حصل قصف في غزه، فحكوا نفس المشهد، الاخوه الفلسطينيين رابط الجأش، احنا عم بنعيش حياتك، راح بيأدي عمله اللي في منطقه القصف، هيأدي عمله، انا بأدي عمله في مكاني. الحقيقه تلك الاحساس، احساس الصلابه والقدره على المقاومه والتصدي للغزاة، مفهوم في منتهى الاهميه الحقيقه. هو يصبح جزء من حياتهم، ايوه تمام، يعني ليس طارئا عليهم، ايوه تمام. في حقيقه يومها الطبيب الزميل قاعد رابط الجأش،
بيقول انا اولادي الحقيقه نحيلين هنا على سطح المنزل بيقذفوا الطائرات بالطوب. انا فعلا كان منظر يعني راسخ في الذهن، لازم اقوله طبعا، بيوضح فعلا قيمه الصلابه او الاحساس بمقاومه المحتل ايا طال وقته، لان هو القوات الصليبيه قعدوا في القدس حوالي 90 سنه، يعني هم قعدوا في الشام 300 سنه، لهم 90 سنه في بيت المقدس ورحلوا. دي طبيعه السنن الكونيه يعني. الحقيقه يعني دي مشاهد الحقيقه ما بتبقى راسخه في الذهن ولها دلالات الحقيقه يعني في الموضوع. الحقيقه بعدها كان موضوع السفر للخارج ما كانش عندي وارد بالطريقه الملحه. انا عايش حياتي الحمد لله، وظيفتك كويسه، منصبك كويس يعني. منصب كويس والحقيقه ماشيه يعني. ليه غادرت؟ ليه رحت السعوديه؟ نعم، لماذا غادرت؟ لماذا غادرت؟ كان ابني اللي هو ابني الاكبر كان دخل كليه الطب، الابن الثاني دخل كليه الصيدله خاصه، الابن الثالث اللي هو اسامه جاله كليه طب بيطري في التعوي، نفسه يخش اسنان، فكان لازم احقق له رغبته، ودي هتبقى اسنان خاصه، فقدمت له في كليه الاسنان ولا املك مصاريف. طب هتعمل ايه؟ اصحابي هدور على شغل في اي دوله عربيه يعني. الحقيقه هي هنا بتبان فعلا زي يمكن مش عايز اقول الثقه في الله، طبعا دي حاجه نتمنى نوصل لها يعني، طبعا هي ثقه في الله وفي رزق الله، لكن لو ازكي نفسي يعني. فالحقيقه قدمت له انا لا املك مصاريف في تقديم، وقلت الله يهب هدى بالف على مكاتب التوظيف يمكن حد يقبلني في اي ده في السعوديه غالبا او ده من الخليج يعني. يا شاء ربنا بحكي تلك القصه قدام احد الزملاء، قال الله ده انا اعرف ناس في السعوديه عايزين طبيب، هبعت لها اتواصل معاهم. قدرا تواصلت معاهم وسافرت بدون بحث يعني. فعلا قطاع خاص ولا قطاع عام؟ قطاع خاص. ودي برضو نقلتني نقلة تانية لمفاهيم الحياة في المملكة. كنا عارفين يعني أهل الخليج عايشين حياة مرفهة، فجأة عملي في مدينة الرياض في منطقة فقيرة اسمها جنوب شرق أو العريجة، منطقة عند الجسر يعني، اسمها جنوب شرق الرياض أو منطقة الجسر أو اسمها في هناك منطقة العريجة، منطقة فقراء. مش فقراء، موظفين يعني، كلهم موظفين في المحاكم أو موظفين في الشرطة، فموظفين براتب شهري يعني مش أغنية. المنطقة كلها مبنية من خلال قروض من البنك السعودي لهم على مدى 40 سنة، قروض ميسرة. هذول اللي بيسموهم محدودي الدخل. محدودي الدخل. هي دي محدودة الدخل. هي منطقة ما اسمها منطقة محدودي الدخل. حتى كانوا إخواننا الأفغان سعودي فقير كانوا بيسموها كده. أيوه. فأنا طبعاً اشتغلت هناك في المستوصف أو المركز الطبي يعني. كنت انا اخصائي اطفال وفي طبيب عام وطبيب اسنان وجنبي صيدليه اللي يعني، بس ما فيش يعني اكتر من كده، وطبيب تحاليل. مكان صغير وايراده محدود، لكن طبعا راتبه بالنسبه لي اضعاف الراتب اللي في مصر يعني كنسبه، لا يغطي التكاليف. رحت لوحدك؟ رحت لوحدي. السكن الراجل جاب سكن مؤسس، سكن زوجي، بس سافرت لوحدي الاول. فسافرت لوحدي اول سنه. العمل عشان نظام في القطاع الخاص بالذات غير القطاع الحكومي في السعوديه، القطاع الحكومي عمل صباحي او نبطجيات زي المستشفيات. العمل القطاع الخاص بيحاول يكسر اليوم عشان ما اروحش مكان تاني اشتغل فيه. فاعطينا عمل صباحي وفتره راحه وعمل مسائي. ايوه، هي دول الخليج معظمها هكذا، فيها دوام صباحي ايوه وراحه بالنهار بالغدا وبعدين تستأنف في المساء. تستأنف في المساء. فالعمل كان تقريبا اليوم كله مستهلك في العمل، وانا يعني كنت اخد يعني يوم الراتب، اخد الراتب احوله اسيب لي مبلغ وخلاص. انا مش جاي اعيش، انا جاي عشان مصاريف يعني فتره مؤقته وجاي لهدف. لكن طبعا المعامله هناك بدات تبان بقى من المصريين والصراعات العمل، الحاجات دي كلها كنت بقى انا يعني ما، لكن الحقيقه في التوقيت في الوقت ده يمكن السنة الأولى أو السنة الثانية، يعني هناك سنتين فقط في السعودية. ففي السنة الأولى بدأ بعدها بفترة الدكتور سلمان العودة يعلن عن موقع اسمه إسلام توداي، الإسلام اليوم، كان موقع جديد. بدأت أتواصل معه عن طريق النت. أنا طبعا في تنظيم الأسرة اللي في مصر كان عندي الكمبيوتر والنت من سنة 89 متدربين، كنا أعلى ناس متدربين في وسائل التواصل من بدري قوي.
بدأت أتواصل معه، بدأت أبعت له مقالات، بدأ ينشرها. كنت بتكلم عن عنوان كان ظريف جدا اسمه المناعة الروحية. المناعة الروحية كان منطلق فيها إن الطفل، إحنا بندي الطفل تحصينات ميكروب ضعيف عشان يرفع عنده المناعة الجسمانية. لو الطفل في التنشئة السليمة، لو أديه قيم مثالية عليا وأسيبه في المجتمع ممكن يصاب بأمراض مجتمعية. فلازم أعرفه الصح والغلط. ده كان مدخل الكلام في الموضوع. بدأت مقال والتاني، ولقيت الراجل عايز التالت، بدأت التالت، بدأت أتواصل في هذا السياق. وكان الفكرة كلها الحقيقة كان برضو المرجعية عندي في الكلام مصطلح جميل جدا خدته من الشيخ الغزالي الله يرحمه، مؤسس الأسرة. بدأت أتكلم على مؤسس الأسرة، كيف تفعيل الأسرة كمؤسسة تربوية بنائية للطفل والمجتمع بالتالي، وده أيضا يتماشى مع كلام الإمام حسن البنا اللي هي المرحلة الثانية الأسرة. فبدأت أبعت الحقيقة المقالات، لكن طبعا لم تكتمل، يعني يمكن على كل فترة بتبعت. بعدها حصلت مشكلة في مشاكل طبية في أول سنة، سافرت السنة الثانية، زوجتي جات لقت معايا، كان فترة بسيطة ورجعت. في السنة الثانية بدأت والدتي الله يرحمها تمرض، فلقيت زوجتي بتقول لي ما فيش تقعد عندك وتسيبها لوحدها. انا الولد الوحيد قاعد معانا في البيت، كنت انا اخت في نفس البيت واولادي، فقلت لي ما ينفعش تسيبها والدتك تعبانه. الحقيقه لاحت علي ارجع، فهذا السبب اللي خلاك تترك ايوه. فبدا الزملاء هناك المصريين، طب انت رجع، انت لحقت تقعد، ده انت يا دوب عملت اقامه ورحت امتحنت وخدت ترخيص 5 سنين بمزاوله مهنه، هناك بنمتحن، دخلت امتحنت وخدت ترخيص. فالاخوان في اخواننا في المصريين في الاماكن القريبه في نفس المكان جنبي، قالوا طب انت ازاي ترجع؟ قلت لهم يعني لازم تقعد، ان كلنا اهلنا هناك، كلنا اهلنا بيتعبوا. قلت لهم شوفهم، القضيه عندي معادله، انا اللي جابني هنا ايه؟ ابني. فلما امي ترجعني ده منطق، ده وزن سليمه جدا، والام لها طبعا حق. والله انا قلت لهم ده اللي ده كلهم سكتوا صمتوا، انا ما اقدرش اتكلم معاك. ده بيقول لك انت لما غادرت مصر للسعوديه استقلت من عملك ام اخذت اجازه؟ اجازه، لا اجازه بدون مرتب، وبدفع كل سنه المعاشات. لما ترجع على عملك ده المفروض، لكن عشان طبعا بقول لحضرتك البدايه، لما قلت للوزنه لكل اللي كانوا بيكلموني، انا اللي جابني هنا ابني، فلما امي ارجع لامي هنا الوزنه واقول لهم اللي هي الاولويه، كان خلاص حضرتك تفضلت كده خلاص، يبقى كده لازم ارجع. واللي كان بيشجعني حاجه زوجتي، لازم ما ينفعش اسيبها في الظروف اللي فيها. فرجعت. لما رجعت كان وكيل الوزاره وقتها كان هو نفسه اللي قبل ما سافر من سنتين، وكان بينه وبينه عدم توافق، فرفض يرجعني للعمل في المديريه. مع انك ماخد اجازه. نعم؟ مع انك انت في اجازه. رفض، قال ما عندناش مكان وانا جبت واحد مكانك ما ينفعش. فارجع تاني شغلك الاساسي في مركز طب حضري، طبيب اطفال، زي ما كنت من 20 سنة. يا سلام. فأنا رجعت الشغل وكنت بقول للناس والله يا أخي يا أخوانا كتر خير وكيل الوزارة رجعني 20 سنة من عمري ورجعني شباب تاني. بتاخدها بضحك والله بجد، بس خلاص يعني هي مش قضية، هنشتغل ونشوف يعني. فالحمد لله بدأت في نفس المكان تاني، يعني بدأت السلم من أوله، طبيب رعاية أم وطفولة. بعدها بـ2 سنين أصبحت مدير المركز الطبي كمان، رجعت تاني. أيوه، هذا الرجل طلع معاش كما كان مدير تاني، قدمت للعمل في المديريه تاني في وظيفه تانية. فطبعا هنا قالوا لازم نعمل امتحان، مع ان ما كانش في عندنا زمان في امتحانات. المهم اجتزت الامتحان واصبحت رجعت تاني للعمل في المديريه في وظيفه تانية مختلفه، وظيفه قطاع اللي هو الرعايه الصحيه الاوليه، الطب في الطب الوقائي غير وظيفه الاسره. وبعدها مسكت التخطيط، مدير تخطيط، وبعدها وكيل مديريه. تصعدت في العمل الاداري لان الحمد لله كل حاجه محتاجه امتحان بقدم فيها بنجزها. دي كان العمل في المديريه بعدها. لكن الحقيقه النقطه الثانيه ان في كل هذا الوقت انا ما زلت عضو نقابه، وما زلت معروف ان انا من الاخوان حتى في المديريه. فكان دايما اي اشكاليه محتاجه حد معين يكلفوني بيها، الحاجات اللي فيها امور شائكه. وكان ليه؟ لان ما كان وده المعروف، مهما الاعلام حاول يشوه دلوقتي في وضع الاخوان، موضوع معروف عند الناس وهيظل موجود ان شاء الله. يعني مثلا عايزين يعملوا مسابقه لاختيار
موظفات، كان اسمه رائدات ترفيهات او حاجه زي كده، متقدم 49 عايزين منهم 12 في اي وظيفه، دي وظائف مؤقته بتمويل من قطاع السكان. فانا وكيل الوزراء وقتها كان لي كلام في 2000 في 2007 كلفني اعمل انا المسابقه، قال لي اعملها، لان طبعا كل اعضاء الشعب والشورى عاملين توصيات، كل رجال الاعمال عاملين توصيات على 49 بنت، هم عايزين 12، فاي اختيار هيبقى مسار شكوى، واللي يبقى في الاحراج المسؤول الكبير. الراجل كلفني انزل اعمل الامتحان، امتحنهم وعلق النتيجه واعلنها قبل ما تجيلي، ولو حد كلمنا النص حتى يعفي نفسه من المسؤوليه بنفس النص. فرحت عملت الامتحان بطريقه الحقيقه، وهي دي بقى برضه الخبر بتبقى من الـ ازاي تبقى الموضوع حيادي قدام الناس. قعدنا اللجنه ومعايا مدير الاداره في قاعه كبيره، البنات كلهم بره، بنت تخش قدها ورقه مكتوب فيها اربع اسئله، كل واحد يسالها سؤال والتانيه سامعاها اللي قاعده، اقعدي جنبها، تخرج تيجي من بره والباب مقفول، التانيه تسمع الاسئله تجاوب قدام زمايلها، انت خدت كذا درجه اقعدي، تيجي اللي بعدها اقول لها الدرجه واقول لها الاجابه والتانيين سامعينها وسامعين بعض، فبقى في نوع من الشفافيه. خلصهم انت هو 49 درجاتك اهي، وانت معلقها وماضيها معلقها على الحيطه قدامهم، خدت نسخه ومشيت. طبعا الناس هاجت. فالراجل قال لهم لا، ده الراجل من الاخوان اللي عمل بنفس السماع بنفس النص، راجل من الاخوان بعت حل المشاكل وهو مش هيجامل حد. فعايز اقول ان ثقل الاخوان في الشارع المصري معروف وله قيمته مهما حصل من تشويه، وهيرجع تاني باذن الله لما تزاحل الغم عن 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 الغسيل الذهن للمصريين. لدرجه ان احد البنات اخوها كان طبعا قال لها انا وصيت الراجل المسؤول اللجنه، فراح يقول لها شفت مش قلت لك هينجحك؟ قالت له نجحني مين؟ ده انت حن الناس كلها قدامي. فبيقول لي انت احرجتني مع اختي. قلت له انا كله زي بعضه. فده قصدي اقول ان انا بقول المثال ده ليه؟ ده بيوضح ان الاخوان ربنا يبارك فيهم ويحفظهم لهم قيمتهم داخل المجتمع المصري، موجوده في العقل الباطن، مهما جت سحابه او جت غيوم او جه هجوم فتره هتعدي، زي بالظبط ايام عبد الناصر. شوف انك جدا ايام عبد الناصر، راح عبد الناصر رجع كل حاجه تاني، فسبحان الله يعني، وربنا قادر انه يلم الشمل. وهذا اللي حصل في هذا اللي حصل بالضبط في ثوره يناير. الناس ثارت، الشباب ثاروا، وانا حاب اسمع منك انطباعاتك حول هذا الموضوع. مش الاخوان اللي بداوا الثوره ولا هم اللي اشعلوها، ولكن الشارع قدم الاخوان ليقوده. تمام. يعني هذا اللي حصل، يعني هو في فئات سياسيه، في نخب ثانيه بمختلف الايديولوجيات، لكن من الذين وثق بهم الناس ليقودوا المسيره؟ تمام، هي دي النقطه كلها. هل وصلنا تقريبا الان على مشارف الثوره ولا لسه في حاجه؟ والله يا اخي الذكريات المتشابكه الحقيقه كتير في العمل، سواء كان في المجال الخدمي او المجال الحكومي او المجال الاخوان، لكن حسب وقت حضرتك انا ما عنديش مشكله. يعني هي تقريبا غطينا احنا معظم المراحل النشاط زي ما سميته انا في القطاع الخاص وفي القطاع العام. الان تقريبا احنا نقترب من سنوات الثوره اللي بدات في يناير. تمام. انا عاوز اسمع منك كيف كانت الامور قبل انطلاق الثوره، كيف يعني كيف كانت الحياه، وكيف وهل فوجئتم بالذي حدث ام كان متوقعا؟ هل كان في ارهاصات لهذا التطور الذي حدث؟ الحراك في مصر بادئ يمكن من بدري قوي، وكان دايما عندنا يا اما من خلال نقابه الاطباء او النقابات المهنيه بصوره عامه كان في حراك. وكنت انا فتره مسؤول لجنه التنسيق في احد، كان عندنا لجنه التنسيق بين النقابات المهنيه، كان لنا حراك من كان من 92 لتنسيق تلك الامور. الاخوان بداوا يتحركوا من خلال الاحزاب، يعني الاحزاب كان لها رموز معروفه، سواء حزب التجمع او الحزب الناصري اللي كان على الصوره اكثر، او حزب الوفد. فكانوا دايما بيتقدم الرموز هم كغطاء لهم الشرعيه السياسيه، لكن الاخوان كان لهم الشرعيه المجتمعيه،
وحزب الشعب ايوه يعني، لا ما اللي كان على الصوره اكتر كان اول يعني ايوه حزب حنا يعني يمكن حزب الشعب صح. لكن الحقيقه ان كان هنا بنقدر نقول ان الاحزاب دي كان لها شرعيه سياسيه او القانونيه على الساحه، يخلوا لهم الشرعيه المجتمعيه او المصداقيه عند المجتمع او الوجود والتغلغل في أيوة المجتمع. ايوه التغلغل في الموجود الحقيقه، او نسميها الاندماج. يعني هو كلمه الاندماج في المجتمع او الثقه المجتمعيه كانت فعلا موجوده والناس واثقه في اللي بيحصل. لكن وان كان اللي خلينا مثلا اسامه ابني كان موجود، في ولادي كانوا موجودين من اول يوم في التحرير، ولكن كانوا بدون يعني كان الفكره انهم موجودين والاخوان عارفين لكن بدون اعلام، لان هي كانت مظاهره ضد الداخليه، ما كانش فكره ثوره. ان كان يخدش الزخم لما استمرت وبدا يحصل فيها تجاوب من كل المحافظات، بقت الناس كلها تنزل، حصل نوع من الارتباك في الاجهزه الحكوميه وده كان واضح. يمكن انا رحت التحرير في خلال الثوره مره او مرتين، لان وقتها طبعا العمل الحكومي هو مش فاضي، ما اقدرش اروح اقعد في اقيم هناك في التحرير، لكن بقيت اروح مثلا جمعه وسبت خميس وجمعه. انت كان عملك في القاهره في ذلك الوقت؟ في دمياط. في دمياط؟ ايوه. وتروح القاهره؟ اروح القاهره ايام جمعه او خميس وجمعه. أيوة. لكن في دمياط بطلع كل يوم في المغرب على في ميدان في المكان تجمع الصور في دمياط. كان في عندكم ميدان في دمياط نفسها فيها ميدان الساعه؟ ايوه ميدان الساعه. لو ميدان اسمه ميدان الثوره حاليا، ميدان الساعه وميدان الوسطى على النيل في دمياط، ده كنا بنتجمع فيه كل يوم. والامن طبعا بيحاصرنا ويرمي علينا غاز ونفر وكر امامه ومظاهرات ولوحات، ده كان كل يوم. لكن انا شخصيا في التحرير يمكن رحت مره او مرتين خلال الفتره، من ضمنهم كان يوم 11 فبراير يوم تناحي مبارك. كنت موجود يومها في التحرير، يومها صلينا، كان يومها الفريق الشاذلي مات اليوم اللي قبلها، فصلينا صلاة الغائب على روحه، وكان الإمام بتاعنا الدكتور ربنا يفك أسوة صلاح سلطان. كان قاسمين التحرير نصين، نص ناحية المجمع التحرير كان فيه الشيخ محمد جبريل، والنص ناحية ميدان الشهيد عبد المنعم رياض كان فيه الدكتور صلاح سلطان. هو يومها صلى بينا امام، وافتكر ان يومها حد قال له بعد صلاه الغائب نزحف الى الـ الى الـ الى وزاره الدفاع، قال ازحف، فكله تحرك ناحيه وزاره الدفاع. هو الظاهر قالها بعدها انه قالها تلقائيا في نفس الليله. كان تناحي مبارك يوم 11 فبراير. لكن الشارع المصري قبلها كان فعلا في نوع من الاحتقان الداخلي، في حراك بدل اللي هي اللجنة اللي هو موضوع التغيير، لجنة التغيير أو اللجنة التغيير، كان الدكتور البرادعي رجع وكان في زخم في المطار في السجن. الجمعية الوطنية للتغيير. الجمعية الوطنية للتغيير كانت موجودة، وكان بدأ فيه حراك من 2006 واضح جدا، حراك شعبي، لكن كان في مجال إن بدأ لأول مرة القوى الوطنية يبقى نوع من خط التواصل بينهم على اساسيات. لكن فكره الصدر اعتقد لم تكن ورد عند حد، نعم الثوره ومبارك الشل ما كانش دي اللي ورد قوي، لكن كان في حراك. أيوة كان في حراك، وكان في نوع من التوافق على الاساسيات. يعني ما يطلع الاخوان مع الناصريين مع حزب التجمع مع حزب الوفد مع حزب العمل اللي هو او حزب الشعب اللي هو حزب العمل، حزب العمل حزب العمل هم الصحيفه صحيفه الشعب كانت ايوه حزب العمل ايوه صحيفه الشعب ايوه. لما يطلع كل انا فكرت رئيسه فافتكرت الاسم يعني جت الذكرى عندي لما كل دول في نوع من التوافق على اساسيات اللي هي الحريات. يعني ما كان موضوع الحريات ده الحد الادنى للتوافق، عايزين الحريه. الخلاف الايديولوجي هيظهر لكن خلينا نتكلم في الحريات الاول، بعد ما خلص موضوع الحريات يبقى نتكلم في الخلافات. يمكن ده اللي كان مشكله ثوره يناير، بدات الخلافات بدري قوي قبل ما نخلص الموضوع ينتهي الموضوع. لكن ايوه كان في بوادر، كان في نوع من التوافق المجتمعي على اساسيات العمل. الاخوان موجودين وفي نوع من الراحه لوجودهم. كون دلوقتي الناس بيهاجموهم ده موضوع تاني، ده موضوع خلل فكري بدا يجي بعدها. لكن وقت ايوه لازم كله يكون مع بعضه، من الصعب نقول للناس خشوا شيلوا لوحدكم، دي كانت واضحه جدا طبعا. ده بالنسبه لما قبل ثوره يناير. طبعا هو قبل ثوره يناير زي ما تفضلت كان في عده مبادرات، ايوه يعني منها مبادرة كفاية، منها شغلات
كانت بعضها عمل نقابي بعضها عمل حزبي، لكن أنا بتهيالي إنه اللي حدث في تونس هو اللي خلى الناس تأخذ الخطوة المباشرة في مصر. الجرأة أكتر أيوة، لكن الشارع كان بيغلي طبعا، ويمكن كان دلوقتي أكتر من الأول، بس هي الفكرة كلها رفع الغطاء أو السماح بحركة. يعني حاليا في مصر حاليا الميادين كلها مغلقة بالدبابات، لو فتح بس زي اللي حصل في سبتمبر الماضي الناس تنزل في الشارع. الوقت الغليان مكبوت أو مكتوم داخل المجتمع. طيب الإخوان كتنظيم له علاقة مباشرة بالأحداث بعد 25 يناير، هل كان لك أنت أي صلة مباشرة بهذا الأمر؟ هل كان لك اطلاع عليه مباشر أم كنت بعيدا عن ال؟ هو في يوم في شهر يونيو 2011 بدأ تأسيس حزب الحرية والعدالة، فأنا كنت من ضمن المجموعة المؤسسين للحزب، كنا بنمضي استمارات انضمام للحزب، فأنا كنت من ضمن المجموعة اللي قدمت في الطلب الأول توقيعات لتشكيل الحزب، فأنا أعتبر من ضمن المجموعة اللي هي من ضمن زي الهيئة التأسيسية كده. المجموعة لا كانوا يعني عدة آلاف كان مطلوب تقديمهم الأول عشان يعين الحزب، فطبعا ده كانت بتيجي من خلال الإخوان، يعني كانت لسه ما زال عندنا الجماعة هي اللي بتقود العمل مش الحزب، يعني الحزب نشأ من خلال الجماعة أو زي ما كانوا بيسموه الزراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، فبالتالي أصبح الاسم مسجل لكن ما كانش ليه تكلفات معينة. الحقيقة كان عملي الحكومي زادت الأعباء، أصبحت وكيل مديرية، فعمل الحكومي كان هو الأكثر، كان شغلك كان هو الأكثر مشغولية، وبالذات يعني أنه مستمر على مدى 24 ساعة، يعني في الصباح عمل وبعد الظهر وبالليل متابعات أو زيارات المستشفيات والوحدات، فكان العمل واخد جزء كبير جدا من الوقت، الباقي كان متابعات، يعني كانت الفترة كلها. لكن في نفس الوقت بعد الثورة في المديرية كلفوني بمهمة تانية اللي جانب عملي، ان انا مسؤول الاتصال السياسي. بمعنى ايه؟ ان اللي هتواصل مع اعضاء الشعب ومجلس الشعب واعضاء كده اللي اصبح الاغلبيه اخوان، فجالي التكليف في المديريه، ده منصب موجود في المديريه في اي قطاع حكومي. طب اسمح لي تحكي لي عنه بالتفصيل، لكن ناخذ فاصل اول بعد الفاصل. ماشي تفضل. نستأنف من حيث توقفنا. إذن أنت كلفت بالتواصل مع الأحزاب الأخرى أو أيوة فيه قوى سياسية الأخرى، فيه في كل مصلحة حكومية مسؤول اسمه مسؤول الاتصال السياسي. أي عضو ده منصب موجود قديم، أي عضو من مجلس الشعب أو شورى أو مجالس محلية له طلب في المديرية بيقدمه لمسؤول الاتصال السياسي، ومن خلالي ابدا اوجهه للقطاعات المسؤوله عن هذا الطلب او مع الوزاره، وابدا ارد بعدها على النايب في المطلوب منه. فبالتالي كانت دي الوظيفه اللي وكلت بيها اللي هو موضوع مسؤول الاتصال السياسي في المديريه، واصبح ليها لقاءات تقريبا شبه يوميه مع كل اعضاء مجلس الشعب. كان مجلس الشعب بدا تشكيله، مجلس الشعب اللي هو كان تم حله بعدها ايام الرئيس مرسي، فكان دايما الاعضاء لما يجوا المديريه بيجوا عندي، وابدا انا اشوف الطلب وادرسه او ارفعه للوزاره او احوله للجهات المسؤوله لمتابعته. طبعا ده بيدي نوع من الزخم من التواصل من ناحيتين، يا اما نعرف امكانيات المديريه ايه، وفي نفس الوقت ايه المطلوب للاماكن اللي موجوده في هالكلام. لكن في نفس الوقت بيكون فيه بعض الجدية في الأداء، يعني ما أقدرش أجامل، يعني هذه الفكرة كلها أن أنا هخدم وبخدم أي حد من قبل كده، يعني حتى من أيام من قبلها أي حد بيجي المديرية بعمل له عايزه، يعني حتى كان معروف عندي في المديرية أن أي مشكلة تايهة كان يجيبوها لي أبدأ أحلها، ربنا يصل ونلاقي لها حل. يمكن أحكي لحد قصة مشابهة حاليا في الموضوع ده، لكن الحقيقة مثلا كان أكبر مشكلة عندنا وقتها
مشكلة، كان قرار خطير جدا طلع من وزير الصحة وقتها اللي كان قبلها قبل الثورة اللي اسمه حاتم الجبلي. كان عندنا في على مستوى الجمهورية 514 مستشفى تكامل صحي اتبنوا أيام إسماعيل سلام في التسعينيات. ففي 2007 وزير الصحة وقف الإنشاءات فيهم استكمالهم، 2009 حولهم كلهم إلى وحدات صحية، مبنى ضخم كلف 7-8 مليون جنيه، 4 أدوار في إمكانيات طائلة، لا ده يقدم وحدة صحية فقط صحة أسرة. فأصبحت الناس بيشتكوا عايزين نرجعوا مستشفى زي ما كان. فكان طب هو لماذا اتخذ هذا القرار؟ اتخذ هذا القرار الحقيقة هو قالها في أحد مؤتمراته اللي هو كان حاتم الجبل، بيقول إحنا كوزارة مش قادرين نشغلهم، أنا عايز أأجرهم للي عايز يستخدمهم، بس ما يعملوا بس ما يأجروش مستشفى، أوه قطاع خاص عاوز يأجرهم بس ما تبقاش مستشفى، عشان لو مستشفى يبقى هو فشل. مفيش حد استجاب له لان معظمهم كان في اماكن لا تصلح يعني. فالفكره كلها حولهم كلهم لمراكز طب اسره. كان عندنا في دمياط منهم 13 مستشفى. جالنا القرار لازم في خلال سنه 2007 في خلال اسبوع كنا معلقين لافته على كل واحده، دي مركز صحه اسره بالقرى وخلاص، ما عادش فيها اخصائيين وهتقدم خدمات وحدة صحية فقط. ده كان قرار في خلال أسبوع يتنفذ في 2009، وكانت مشكلة كبيرة جدا الحقيقة وقتها. لكن بعضهم الحقيقة كان في مكان نائي أو مبنى لا يصلح، كانت لهم مشاكل كمباني أصلا وقتها. فلما بدأت فكرة بعد الثورة، طبعا كل الناس عايزين يعملوا مستشفيات، فدي كانت الحقيقة كانت أكتر مشكلة كانت بتواجهنا، إزاي نحاول نستفيد منهم أقصى استفادة ممكنة. بعضهم حاولنا فعلا نعمله حسب رأي الأعضاء نحوله مستشفى، لكن ما اشتغلش. بدك إمكانيات؟ لا والله بينا نوفر إمكانيات متاحة. يعني مثلا أضرب مثال، أحد الأماكن كان في إدارة بعيد شوية قالوا نعم فيه مستوصف صدر، عرضت على دكاترة صدر، في الدكتور قال أنا مستعد أشتغل هناك. جبنا 2 ممرضات من المكان دربناهم في مستشفى الصدر إزاي يقدموا خدمات زي عيادة خارجية يعني بالإضافة للوحدة. بدأ يشتغل، ما جاش المكان لم يتحمل. مكان تاني وقتها كان فيه طلب من التأمين الصحي محتاجين مستشفى، ادناه للتأمين الصحي، شغلوه مقر التأمين الصحي مقر إداري، أفاد لأن خلاص مبنى مهدر. أماكن تانية مستشفى الرمد، مستشفى العيون محتاجة تطوير، حولناه لمستشفى عيون وده يقدم خدمات، كان مباني ضخمه وغير مهدره. فانا كان كل التواصل مع الزملاء اللي كانوا ايام اعضاء مجلس الشعب كان في كيفيه الاستفاده من تلك الاماكن في الامكانيات طبعا المتاحه، لان هي الفكره كلها يكون امكانيات متاحه ماديه واطباء مدربين يعني، ويكون المكان اصلا يتحمل ان يكون في اطباء، لان يكون في اصلا مرضى. لأن الفكرة كلها كان نسبة الإشغال فيهم أيام حاتم الجبلي تتجاوز 2% من عدد الأسر، الأماكن اللي كانت فيهم مشغولة بعضهم كان يعمل. يعني هم عملوا مرافق لا لزوم لها. أيوه تمام. كانت عبارة عن توصيات من أعضاء مجلس الشعب أيام الشورى، الكلام ده في التسعينيات، وكان فيه استجابة وكان الفلوس موجودة، بدأوا يبنوا المباني بدون خطة واضحة. هي الفكرة كلها عدم التخطيط، يمكن دي كانت الفكرة كلها إزاي تستفيد من تلك الأماكن الاستفادة السليمة. وافتكر وقتها كان في برامج تلفزيونية كنت انا دايما اللي بتكلم معاهم في تلك الامور، لكن في نفس الوقت اهدار المبنى غلط، ما تستغله في اي حاجة تانية، ممكن استغلاله ممكن اعادة تأهيل الامور تانية لو فيه رغبة سياسية. لكن نفس الايام دي فوجئنا ان السيسي في شهر ديسمبر 2016 امر بان كلهم يروحوا قطاع خاص. كان في مطار في أسوان في ديسمبر، أنا فاكر سنة 2016، قال عندنا 415 مستشفى يلا خدوهم. بدأوا فعلا 70 مستشفى منهم، من 71 مستشفى بدأوا قطاع خاص ياخدهم، عمل 40 مستشفى خلصوهم، عملوا مستشفيات بس تبع طبعا نظام الخصخصة اللي بيسموها نظام الشراكة أو بيسموها نظام هذا الفقير ما يقدرش عليه. نعم الفقراء لا يقدرون عليه بالطبع. هو سماها مشروع البي بي بي او البرايفت بابليك بارتنرشيب، نسمي الشراكه بين القطاع. دي كان قانون 2010 ولم يطبق، بيطبقوه حاليا، بداوا يعملوا يدوها للقطاع الخاص يستثمرها
وبالتالي حتى سيسي قالها انا هدي المبنى وادي ميزانيته لحد يشغله وبيشغله احسن مني، قالها عادي كل مره يعني، الموضوع حاليا معلن. لكن حقيقه في وقتها كنا عايزين نشغله كان مباني واقفه، فكنا بنحاول فعلا من خلال تلك المهمه، لكن كان الحركه كانت سريعه جدا والحراك الشعبي كان اسرع من اي تصور اي تخطيط. ولا احداث جسام كانت كثيره ومتتاليه، وكان من الصعب حد يقعد بهدوء يفكر ازاي يحط استثمار او ازاي يحط موازنه لاداء خدمه معينه الناس عايزينها فعلا. طيب نجي الان لدورك في 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 شهور الثوره، في شهور ما بعد الثوره، اصبح لك دور في داخل الحزب نفسه. الحقيقه دوري في داخل الحزب جاء بعد خروجي من التقاعد. في يوم انا طلعت للتقاعد او للمعاش يوم 6 فبراير 2013. فدوري في الحزب، انا اصلا عضو حزب مؤسس، فتم تكليفي بلجنه كانت جديده في الحزب، ودي كان لها مرجعيه، كان في لجنه في اتشكلت في الامانه العامه المركزيه اسمها لجنه التخطيط والتنميه، كان مسكها في البدايه الدكتور عمرو دراج قبل ما يصبح وزير. واللي تولاها بعده الدكتور محمود ابو زيد، ده حاليا معتقل ربنا يفك اسره، استاذ جراحه اوعيه دمويه في القصر العيني، اصبح هو اللي بعديه مسكه. فكلفوني كان اسمها في المحافظه عندنا لجنه التنميه المحليه، يعني اسمها المركزي التخطيط والتنميه، لكن كان مسماها عندنا التنميه المحليه، وفي التخطيط حاجه ثانيه يعني، كان عندنا امين التخطيط وامين التنميه المحليه. حضرت معاه في القاهرة في أمانة الحزب لقاءات، إيه دورنا وهنعمل إيه بالظبط. كان دورنا هو إنشاء البنية التحتية أو القواعد الحزبية للحزب. حزب التنمية والحرية والعدالة أنشئ كأمانات عامة بدون قواعد حزبية اللي هي اللجنة القاعدية في القرى، لأنه أي بناء حزبي مفروض يبقى أصلا قاعدة ويبدأ يصعد من لغاية ما يعمل الهرم. لكن لاستعجال انشاء الحزب في 2011 تم انشاء الامانه العامه في القاهره وامانه كل محافظه، لكن لا توجد لجان قاعديه في القرى اللي هي الكونستيتيونسيز اللي هي الدوائر ايوه اللي يطلع منها. الحقيقه الموضوع ده كان بالنسبه لي مناسب، لان انا طبيعه عملي في الصحه اعرف كل القرى وليه اصدقاء في كل الاماكن وبمر عليها كلها، فالجغرافية المكان عارفه كويس، الطبيعة لكل مكان، الطبيعة المجتمعية عارفها كويس جدا، أنا شغال فيها من سنة 89 يعني، كنت بتنظيم الأسرة وبعدها في الرعاية الصحية الأولية وبعدها وكيل مديرية، كان ده كله كان بالنسبة لي عارفه يعني، حافظ جغرافية المكان وعارف الناس وعارف كل مكان مين الناس الموجودين فيه، وبالتالي هعرف أوصل للإخوان الموجودين فيه فين. فبدأت الحركة مني في كل القرى على مستوى المحافظة لتشكيل لجان قاعدية في كل محافظة. كان عندنا لجان أساسية، لجنة للتعليم، لجنة للصحة، لجنة للزراعة، لجنة للوقود والطاقة اللي هي الكهرباء أو الغاز، زائد لجان نوعية، مثلا كان في صيد سمك زي السلور مثلا أو ريحة المنزلة يبقى لجنة للصيادين اللي الثروة السمكية وهكذا يعني. بإذن كان دوري هو تأسيس تلك اللجان القاعدية في كل قرية. بدأت فعلا أمر بعربيتي او من بدري على تلك القرى لتكوين اللجان القاعديه. من الاخوان؟ لا، من عامه الناس. عامه الناس، احنا بنتكلم في حزب مش في اخوان. بس يكونوا انضموا للحزب الاول. مش كيف الاليه؟ هقول لحضرتك الاليه. في نفس الوقت انا كنت بعمل بعد ما خلصت بطاقه المعاش، كنت بحاول التحق بالعمل بالتامين الصحي، بيديني دخل، لان طبعا المعاش عند التقاعد بيكون قليل جدا لا يخفي. فدي كانت الفتره البينيه دي، بدات الاول بعمل الحريه والعداله، يجي العمل الثاني، فكنت ببدا اروح لكل قريه لتكوين لجان حزب طبعا من اعضاء الحزب، عشان يقولوا ينضم للحزب الاول طبعا، وبعدها يبدا يبقى معانا مسؤول لجنه، بس مش شرط يكون الاخوان. احنا ما يديك الحاجه، كانت قضيه خطيره جدا عند معظم الاخوان، ان مفهوم العمل الحزبي مفهوم جديد، مفهوم نقعد في اجتماع حزب ونعمل انتخابات مفهوم جديد،
غير معروف. احنا عندنا الانتخابات زي ما كان اتكلمت عليها في بداية التسعينيات، الناس او قبل كده في اي انتخابات في الاخوان ما فيش ترشيحات، ما فيش دعايات، مش حد ينتخب نفسه. ده موضوع مختلف تماما. تودي في حزب لازم واحد يترشح، يبقى له برنامج انتخابي، يعمل دعاية، يبقى ده موضوع اختلف. فبالتالي مفهوم الحزب غير مفهوم الاخوان. بل هل كان غير الاخوان يقبلون على الحزب؟ ايوه طبعا طبعا، لانه هي واحده من المشاكل اللي واجهت حركات لا 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 لا، كان عندنا كتير من غير الاخوان كانوا بينضموا، وكان عندنا اشكاليه في كده، ان كان عشان يتعمل له كارنيه كان كتير منهم بيفتخروا بوجود كارنيه معاهم للحزب وبيبرزوه. وكان الاشتراك اعتقد كان 20 جنيه عشان هو تمن الكارنيه، وجبنا مكنه في دمياط عشان نبدا نعمل احنا الكارنيهات، لان كانت عامل بتاخد وقت، وبدا ناس كتير ينضموا من غير الاخوان. ودي كانت مشكله مسؤولين الاخوان وانا بمر على القرى عشان نشكل لجان قاعديه، يقول لي ما عنديش حد ينفع. ينفع مين يعني؟ ما ينفعش يخش في الاخوان. ما قلت له احنا مش اخوان، انا في الحزب. هو عاوز يطبق مواصفات دخول الاخوان على مواصفات دخول الحزب. ده كان احد عوامل الاعاقه طبعا. ان مفهوم الحزب مفهوم غير وارد، عايز عمليه تدريب وعايز وقت. الوقت اللي لم يسعفنا طبعا، يعني انا قلت الكلام ده في فبراير، هو حصل انقلاب في يوليو، يعني 5 شهور. الحقيقه بعدها باسبوع او اسبوعين كده انضميت، بدات اعمل في التامين الصحي عمل صباحي في الجانب الاداري، مش جانب الجانب الاداري في اداره الدمياط. كنت بخلص الساعه 1 ابدا انطلق للقرى عشان موضوع التشكيل اللجان الحزبيه، بنزل على الناس اكون بعرفهم، بجمع اللي عنده رغبه ينضم للحزب ويكون معانا في اللجان القاعديه. وكان طبعا التفكير وقتها ان لو مشينا في نفس الخط الديمقراطي وتعامل مجلس الشعب بعدها، يبقى بعدها انتخابات المحليات، يبقى دول نواه المحليات بعد كده. هي كان التصور ان خلاص الموضوع هيمشي بقى في السكه الديمقراطيه ونعيش حياتنا زي بقيه دول العالم يعني. فبدانا مثلا حد يكون التربيه والتعليم هيمسك لجنه التعليم، طبيب يمسك لجنه الصحه ما يكون متخصص، احد المزارعين يمسك لجنه عشان هيبقى ادرى بشؤون الزراعه، بشؤون اللجنه، حد من الصيادين في لجنه الثروه السمكيه. يبقى قصدي ان اللي يمسك اللجنه يكون من اهل الخبره واهل الاختصاص. وبدات فعلا اطوف على بعض، لكن ظهر وقتها مشروع في منتهى الاهميه شغل وقتي شويه، حصاد القمح. بدا القمح يطلع محصوله في الفتره دي. القمح في مصر لازم اتكلم فيه الحقيقه، لان كان فعلا موضوع في منتهى الاهميه. ليه؟ عندنا في مصر، طب انت ايش اللي جابك على موضوع القمح؟ ما انت يعني من داخل الاخوان ولا من نيابه عن مين يعني؟ لجنه الزراعه. ما هو ما اروح قريه في لجنه الزراعه الفلاحين بيحصدوا القمح عن الحزب يعني، من خلال الحزب. فمن خلال عمل الحزب انزل على القريه، اللجنه اللي هي خاصه بالزراعه، القمح بيتحصد، فالقمح له دوره. وفي نفس الوقت أظن دي كانت من السنوات المميزة في القمح في مصر. ده اللي أنا عايز أقوله. إن إحنا عندنا القمح في مصر جا ذكره في قصة سيدنا يوسف، لما قال 7 سنين تزرعون دأبة تعافوا سنبلة، وبعدين لما تحتاجهم بعد كده تطلعوه. فكانت أيام مصر هي مخزن القمح للمنطقة كلها. فالأول مرة، وكانت تعمل عيد حصاد، فالأول مرة يتعمل في مصر عيد لحصاد القمح، والرئيس مرسي الله يرحمه نزل في القمح في وسط العقول وخطب خطبه، لما قال لازم انت غذائنا ودوائنا وسلاحنا بنفسنا. وكانت من ضمن الكلمات يعني اللي فتحت كل العيون عليه في وقتها. نعم. فبدا لاول مره انتاج القمح في مصر يبقى له عيد حصاد. بدات انا في خلال مروري على اللجان القاعديه، كان اللجنه الملحه وقتها لجنه الزراعه، مد القمح فين؟ القمح اتضح ان له دوره معينه، بدات انا امارسها بنفسي على الارض. ازاي؟ هنا الوضع اختلف عندي، بدل ما كنت بروح العمل وارجع منه على المرور، اصحى من الفجر على الفلاحين، القمح بيتورد من الحقول الى حاجه اسمها الشوان. شوان اللي هي اماكن التخزين. هو ال فطبعا، وكان ايام وزير التموين هو الدكتور عوده، باسم عوده،
وكان ده هو المسؤول عن موضوع الشؤون. وكنا يوميا نرجع الحزب الساعة 6، أكون موجود في مقر الحزب دمياط، نقعد مع اللجنة مع الأمانة، كل واحد يقول تقريره من كل لجنة، يبدأ أي مشاكل يرفعها للقاهرة مباشرة. فأنا بمر الحس الآتي إن في مشاكل في الشؤون غير جاهزة، مهملة من فترة طويلة جدا، اللي هي الصوامع مش ها؟ مرحلة مدون الصوامع، أنا عايز أوصل للصوامع دلوقتي. الصوامع ده المشروع الجديد اللي كان فيه الدكتور باسم عادل وقتها، لا دي مخازن عادية خالص، مساحات أرض مكشوفة ومتغطية بغطاء خشبي، والأرض مهملة والغطاء مهمل، لا يوجد أصلا إنتاج قمح من فترة كبيرة، كان كله معتمد على الاستيراد. لقيت مشكلتنا نلاقي شوان فين؟ المشكلة التانية إن موظفين الشوان لا يهتموا بقية الدولة العميقة، وإن كنت أنا من ضمنها أيام ما كنت موظف، الموضوع لا يعنيهم. فوجئت بحاجات عجيبة جدا، إن الـ 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 الأهالي بيجمعوا من القمح من المزارع في أجولة من البلاستيك، وبعدين يوصل للشونة لازم يتخزن في أجولة من الخيش اللي هو الكتان، ماشي الكتان، فيعمل على حاجة اسمها عملية التدوير. تدوير يعني ايه؟ مصطلح جديد عليه طبعا، انه ياخد الشوال او الجوال البلاستيك يفرغه في الخيش عشان يسلمه للشونة تخزنه. عملية التفريغ دي بيقع منه الكمية على الارض، يا اما تهدر يا اما يجمعها بالتراب يعبيها تاني، ثم تاخد درجة اقل في السعر لانه حسب درجة النقاوة، يعني طريقة بدائية خالص، بدائية خالص وفيها هالك كتير. فعلى طول بلغت هذا الامر، وصل للدكتور باسم، جرد ازاي احنا نوزع موزعين عليهم اجوله في الشوان، وزعوا على الفلاحين يعبي من مره يعني. طلع ان الشوان مثلا عندهم الواحد له 2 جنيه تقريبا ضمان، خايف يدي للفلاح، الفلاح ياخده منه يدي التاجر يضيع عليه 2 جنيه، عمليه اداريه عقيمه. بدأنا نحلها ان زي الديب المجان وعلى حساب الوزاره مثلا، قرار زي كده، فدي بتيجي من المعايشه اليوميه للموضوع. بدأنا نحل انه نروح مثلا الشونه، وكان الاوامر من الدكتور باسم من الفلاح ياخد فلوسه في وقتها، كان الدكتور موصل الصوره بعد الشوان وبيحضر عمليه تسليم الفلوس للفلاحين، فدي عملت حركه عند الفلاح، حركه غير مسبوقه في تاريخ مصر كله. وكنا بنواجه التعنت الاداري او الروتين الاداري والتواصل اليومي مع 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 دكتور باسم من خلال امانه الحزب طبعا، انا بكتب تقرير وبتواصلوا مع امانه الحزب في القاهره بيه، وديك التعليمات لكل جمهوريه، يمكن كان منشاه من دمياط، لان لاحظت انا كنت بحضر بنفسي، لاحظت الهالك على الارض حرام، ما هي يا اما يهلك يا اما يتعبى بسعر اقل. بدا فعلا يراعوا الامور ده، وزع الشوال الخيش اللي هو الكتان على الفلاح مباشره عشان يمنع عمليه الاهدار للقمح على الارض، دي ما جيش الا من المعيشه. فدي كان من ضمن الحقيقه الحاجات اللي أذكرها كويس جدا في تلك الفتره في لجنه الزراعه تحديدا. باقي تشكيل باقي اللجان، ايوه كنا بنمشي فيها، اللي هي لجنه الصحه يكون طبيب، لجان الصيد، لكن اللي شغل كل وقتي هي كانت لجنه تلك اللجنه، لانها تصادفت مع 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 موسم الحصاد، مع موسم القمح. اللجان الثانيه اللي كان فيها مشاكل طبعا لجان الوقود، لان كان ايامها بداوا سرقة الوقود وتهريبه، ايوه، ولدرجة ان وزير اللي كان موجود ايامها هو اللي استمر بعد الانقلاب، وزير بترول نفس الوزير، لان هو اللي كان عامل المشكلة. الكهرباء نفس الكلام، يقطعوا الكهرباء دايما بلا داعي. وبعدين المشكلة ان اللي فاهم شغله قوي ممكن يعمل الخطأ من غيره يعرف يحاسبه أو يدبر نفسه. أيوة، لأن هي كان طبعا عرفته من الشكاوى اليومية إن الكهرباء بتطلع من منطقة التوليد بفولت معين للضغط العالي عشان يحولها للضغط المنزلي في مرحلة معينة كده بتتم من ناحية فنية بحتة، فكان بيعمل الخلل في الجزئية دي، يبقى الكهرباء مش الكهرباء جاية من محطة التوليد لكن مش واصلة، يوم يقول أي إشكالية، وإشكالية فنية من الصعب حد يراجعه فيها. دي نقطة الخلل اللي فعلا بدأت تعمل القلق اللي كان غير مبرر وقتها وغير مفهوم، لكن نفس الوزارة استمروا بعدها لأن هي دي كانت حاجة مدبرة. طيب هنرجع للتحديات اللي واجهت الرئيس مرسي الله يرحمه والحكومة بتاعته، لكن في مراجعة القادمة إن شاء الله.
بس ان شاء الله باذن الله.